أبي هريرة قال: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا أحب إذا كره العبد لقائي كرهت لقاءه. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث قدسي. والمعنى أن المسلم عندما يأتي يعني عندما يأتيه الموت يفرح، لأنه يعني يقدم على خير، لأن المسلم يقدم على خير وضده الكافر يقدم على شر. فالمسلم يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. وذلك أن المسلم في هذه الحياة الدنيا هي دار التعب ودار النقصات وما إلى ذلك، يعني هذه. وأما فينتقل من دار التعب والنصب والمشقة إلى دار الراحة، والكافر بخلاف ذلك، لأن راحته وطمأنينته إنما في الحياة الدنيا وليس أمامه في الآخرة إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه فيها مثل السجن، يعني يجد المناقصات والمتاعب ويجد يعني النصب والتعب. وإذا انتقل يعني للدار الآخرة يجد النعيم، لأنه ينتقل من السجن إلى الراحة والطمأنينة. وأما الكافر الدنيا جنته، لأنه أخذ عهد باللذة وأخذ عهد المتعة إذا مات، لأنه ينتقل إلى عذاب دائم ومستمر. فيعني هذا الحديث الذي معنا يشبه هذا الحديث الذي في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.